نظامنا بيعتمد على عدم الحرمان، يعني لو نفسك تاكلي شيء ومشتهيته كتير ما تحرمي حالك منه، حاولي تاكليه ولكن بكميات معتدلة، وحاولي تكوني ذكية بالريجيم بحيث انك توازني ما بين شهيتك للأكل وما بين عملية فقدان الوزن، بحيث انك لما توصلي للجسم اللي بدك اياه او للوزن اللي بدك اياه ما ترجعي تاكلي مثل قبل واكتر وتكسبي الوزن يلي خسرتيه، بل واكتر منه ممكن لو ما كنتي ذكية وحاولتي تعملي المعادلة يلي بتخليك توازني ما بين الكميات وفقدان الوزن. خليكن معي. مين مثلي من عشاق القهوة؟ أنا كتير بحب القهوة بكل أنواعها وبكل أشكالها وبكل مسمياتها كمان، فأنا اليوم حبيت أني أعلمكم طريقة صنع القهوة مثل يلي بيقدموا لنا إياها بالمحلات، طريقة كتير سهلة ومن غير أي آلة لصنع القهوة أو حتى من غير بن مخصص لهالشي. أول شي رح نحتاجنا معلقتين من النسكافيه سريع الذوبان، بنحط معهم شوية مي ساخنة. هلأ الناس يلي مو دايتيين مثلنا بيحطوا معلقتين من السكر، بس أنا ما رح أحط سكر أبدا، بحب اني دائما اشرب القهوة من غير سكر، وحاولوا تتعودوا هالعادة. حطيت المية الساخنة فوق القهوة سريعة الذوبان وضليتني عم حرك فيهن لحتى طلعت معي الرغوة اللي شفتوها، بعدين جبت حليب ساخن جدا ضربته بالخلاط لحتى طلع معي فوم، وبعدين هيك حطيته باي اناء بتسكبوا فيه الحليب فوق القهوة، بس هيك لازم بتحركوه لحتى يندمج الفوم مع الحليب، وبعدين بتصبوا الحليب هيك مثل ما عم تشوفوا فوق القهوة بيطلع معكم الرسمة. صحيح هي قهوة شكلها مو منتظم والرسمة مانا كتير ظابطة، بس بصراحة هي كتير رائعة بالنسبة لقهوة بيتية عملناها بإيدنا من غير أي مكونات خارجية ومن غير حتى آلة لصنع القهوة. وطبعا هذا كان فطوري لليوم. أخذت كمان حبة شوكولا، طبعا أنا أخذت إصبع من الشوكولاتة كان عندي، أنتوا فيكم تاخدوا حبة شوكولا إذا حبيتوا أي نوع شوكولا، ما بتقولوا لي شوكولا داكنة أو الدارك شوكولات أو أي نوع شوكولا فيه الكاكاو كتير والسكر قليل، اي قطعة شوكولا حابينه وبنفسكم تاكلوها كلوها. نحن قلت لكم نحاول نكون اذكياء بحيث نوازن الكميات مع عملية فقدان الوزن، ومثل ما شفتوا هذا كان شيء هيك صحصحت عليه، وبعد شي ساعة ولا ساعتين عملت سندويشة الشوفان او برجر الشوفان، رائعة رائعة ما فيني اوصف لكم طعمها، ما فيني اوصف لكم قديش كانت لذيذة وصحية جدا. اول شي جبت خبز الشوفان، وهذا الخبز انا يلي عملته بالبيت، وان شاء الله قريبا جدا رح اشارككم طريقة صنع خبز الشوفان. طبعا الرغفان عندي صغيرة فجبت 2 من اللحمة المفرومة، انا بس هيك حطيتها مثل الكرة، اما تدخلوها على الفرن او تشوحوها مع شوية زيت على النار، يعني فيكم تسووها باي طريقة انتم بدكم اياها. كمان جبت ريحة الجبنة نفسها يلي منحطها على البرجر، كمان جبت هيك شوية ملفوف، فيكن تجيبوا خس مثلا، وجبت شريحتين من البندورة، معلقة صغيرة من الكاتشب. هذا المايونيز يلي استخدمته هو مايونيز لايت، بيستخدم للدايت مخصص، سعراته الحرارية قليلة وكمان هو مخفف ما ندسم كتير، وبهيك صار معي خلينا نقول هو بين الغداء والفطور، يعني هي ما بتعتبر وجبة فطور 100% ولكن هي تقريبا وقت الظهيرة، يعني خلينا نقول انه غدا تقريبا. وبعدين جبت حليب جوز الهند، طبعا انا اخترت اني اشرب حليب جوز الهند مع البرجر، انتو اذا عندكم شي عصير مثلا او عندكم حليب العادي او حابين تشربوا اي شي معين فيكن تشربوه مع السندويشة هاي. تمام، طبعا رح تلاحظوا انه وجبات اليوم قليلة وقليلة جدا بالسعرات الحرارية، نحن عم نعمل تفاوت ما بين الايام، ايام بناكل فيها سعرات شوي عالية، ايام سعرات شوي قليلة، بحيث انه نكسر روتين الجسم وما نضل مستمرين على روتين معين لحتى يضل عندي حرق الدهون شغال. بين الوجبات ضروري انكم تاخذوا سوائل بكمية كافية، اما مي او سوائل دافية مثل الشاي الاخضر او البابونج مثلا، الكركديه، الزنجبيل، الشاي الاخضر، الشاي الاسود العادي او حتى القهوة مثلا بجميع انواعها، بس دائما لازم نراعي انه من غير حليب ومن غير سكر، وفيكم تستخدموا سكر ستيفيا. وبعد شي تقريبا ساعتين ولا ثلاثة من الوجبة اللي اكلناها رح اعمل طبق سلطة، الطبق رح تكون كميته مفتوحة، الكمية يلي بتقدروا تاكلوها من السلطة كلوه، ولكن لازم نراعي شغلتين مهمات، ما نحط زيت زيتون ولا نحط ملح. تمام، اذا بدكم تحطوا ملح حطوا ملح الهيمالايا او الملح الصخري او الملح البحري، الملح الابيض ابدا ما تحطوا،
حطوه وكلوا كمية كبيرة من السلطة ولا يهمكن. أنا بالنسبة إلي شرحت هيك خساية أو نص خساية شرحته، وجبت كمان فلفل أخضر كمان شرحته، وجبت هدول الطماطم العسولين ما أحلاهم، يعني لقيتهم بالمول قلت بصراحة مستحيل إني ما أجيبهم، وكان سعرهم شوي غالي بس جبتهم، كتير حبيتهم واستخدمتهم هيك مع طبق السلطة. بصراحة كان طبق كتير مشبع مليء بالألياف. طبعا الكمية مفتوحة مثل ما قلت لكم، إذا ما شبعتوا بهذا الطبق بتجيبوا طبق تاني، وفيكم تعصروا عليه ليمون، ومثل ما قلت لكم الملح بيكون هيمالايا. وبس هيك رح ننتهي من وجبات اليوم. السلطة قلت لكم كمية مفتوحة، قد ما فيكم كلوا سلطة لحتى ما تشبعوا. وخلاص صار عندي وجبتين خفيفات فيهم كمية فوائد عظيمة ورائعة. بالنسبة للقهوة تبعيت الصبح بصراحة هي أكتر شي بيخليني فريش وبينعشني. حبة الشوكولا كمان هيك بتعطينا طاقة إيجابية، ودائما الشوكولا أصلا بيعالج الاكتئاب خاصة بالنسبة للسيدات. فمثل ما شفتوا وجبات اليوم هيك كتير كيوتين ولطيف. ان شاء الله انتظروني الفيديو القادم باليوم 24 من تحدينا، لانه هذا اليوم 23. ان شاء الله في وجبات تانية وجديدة، بتمنى تكونوا عم تستفيدوا من هالوجبات وتاخدوا افكار ولو بسيطة، وطبعا كله حيكون محسوب السعرات الحرارية حتشوفوهن من فوق. شكرا لاستماعكم والسلام عليكم.